دعا وزير الاتصال السيد محمد العقاب اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى تعزيز الإعلام الثقافي في كافة وسائل الإعلام الوطنية وتطوير التكوين في الإعلام الثقافي وإيلائه مزيدا من الاهتمام كونه يشكل مادة إعلامية هامة. أسعد وإياكم اليوم في لقائكم في ندوة فكرية اليوم حول الإعلام الثقافي والتي تندرج ضمن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة. شعار ندوة اليوم: الميديا والثقافة، أي مقاربات وأي استراتيجيات. أسعد وأتشرف اليوم بتعريف منشطي هذه الندوة وهم الأساتذة والدكاترة الفاضلين السيد أمين الزاوي والسيد حميد عياشي والسيد محمد بلحي. أدبي ولا الثقافة الأجنبية ولا المعرفة ولا كل المجلات لا أذكرها، كل المجلات لم تتوقف مرة واحدة، لم تتوقف الجرائد، لم تتوقف الصفحات الثقافية في الجرائد، بلد عايش جهنم. هذا جهل قبل كل شيء، وفيه خلفية إيديولوجية، رفض كل ما يجي يعني عنده صفة جمالية، بروبلم ديستيتيك، قال لك خلاص. هناك تغير كبير طرأ على مفهوم الميديا والثقافة خلال السنوات الأخيرة. لقد أصبح مفهوم الميديا أكثر تعقيدا وتشابكا، وذلك من خلال التطور الذي عرفته العلوم الإنسانية عموما في ظل التحولات العميقة لمجالات المعرفة، وما عرفته علوم الاتصال والإعلام، وكذلك اتساع مفهوم الثقافة، حيث لم تعد الثقافة تكتفي بالمفهوم التقليدي المنحصر في الآداب والفنون. أنا التقيت أكثر من مرة مع صحفيين ومدراء صحف وناشرين، ثم مواقع إلكترونية، صحف ورقية، قنوات تلفزيونية عمومية وخاصة، منهم حنا شيء موجود هنا مصطفى مكاس، أكثر منكم كانوا موجودين. سألتهم السؤال التالي: هل فيه واحد في الجزائر قال لكم ما تكتبوش على الموضوع الفلاني ولا على الموضوع الفلاني ولا الموضوع الفلاني؟ قالوا لي ما فيهش. من بعد بقينا نحللوا علاش فيه حديث على تراجع الحرية. هو في الواقع هذا التراجع هذا هو راجع إلى عوامل أخرى ما عندهاش علاقة أصلا لا بالعمل السياسي ولا الإعلامي، هي عندها علاقة بالنشاط الاقتصادي اللي ماشي يتطور، ماشي متطور بالشكل اللازم. عندما يتطور النشاط الاقتصادي تتحرر المؤسسات الإعلامية من تبعية الإشهار العمومي. إذن متغير الإشهار العمومي هو اللي يخلي الصحفيين وربما يمارسوا الرقابة على أنفسهم عسى ولعل يظفرون بالإشهار العمومي. وأضاف أن هذه الدورة التكوينية التي ستخصص لصحفيي الأقسام الثقافية والتي سيواطرها مهنيون وناشطون في المجال الثقافي ستتناول مختلف المحاور المرتبطة بهذا الاختصاص الإعلامي. جامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس لأول مرة يجتمع فيها في عيد العمال أساتذة وعمال، فتحية للأساتذة والعمال. كنا نحتفل سوية باليوم العالمي للشغل المصادف لأول ماي 2024، كما كنتم تلاحظون هنا كان يعني احتفالية كبيرة بداخل القاعة من تكريمات بالنسبة للمتقاعدين بالعمرة وبالنسبة أيضا للعمال والأساتذة اللي ما زالوا يعني يمدون العطاء لجامعة عبد الحميد وابن باديس. وهنا كانت يعني أيضا نشاطات أخرى على غرار نشاطات يعني دورت في كرة القدم. وأيضا الشيء المهم هو أنه أبناء الأساتذة وأبناء العمال لحفظة القرآن الكريم، وكما كنتم تلاحظون يعني كرمناهم منذ قليل. وأيضا مسابقة الفكرية لأول مرة في تاريخ لجنة الخدمات الاجتماعية. نحن جد مسرورون اليوم، أنا واللجنة الخدمات الاجتماعية وكذا هيكل التسيير، وهم يعني مشكورون جزيل الشكر مما قدموه من يعني من عمل جبار من أجل إنجاح هذا العرس اللي يبقى العرس الوحيد لنحتفل به يعني سنويا. وما يخفلكمش الذكر أنه سيد بودراح إبراهيم والسيد لطروش العربي مدير الجامعة والأمين العام قدموا لنا يعني كل التسهيلات
كل المساعدات من أجل يعني إنجاح هذا العرس. وبقسنطينة تم تدشين عديد المشاريع التنموية في أجال قياسية تطبيقا للبرنامج المنتهج لوالي الولاية الأمنية و... بالنسبة لقسنطينة اليوم نقول الحمد لله مشاريع عديدة وشفتوا حتى المواطنين كانوا فرحانين بنا وكانوا في استقبال لسما خاص، وكذلك شفتوا المشاريع الجوارية اللي وضعنا حيز الخدمة في حي الأمير عبد القادر والزيادية، هذا الأحياء الشعبية الذي كانت كذلك فيه عجز فيما يخص المشاريع الجوارية. اليوم يسمى تكفلنا واستمعنا لانشغالات المواطنين وسجلنا هذه المشاريع وانجزناها في وقت قياسي، وهذا من أجل يسمى توفير فضاءات للشبيبة نتاعنا لممارسة الرياضة، وكذلك بعض التهيئة لبعض الساحات وبعض الفضاءات الرياضية خاصة للمتقاعدين. وبهذا كذلك كنا انطلقنا كذلك في تهيئة هذه الأحياء. لكن شفتوا في حي الزيادية جبل الوحش فيه برنامج كبير من أجل إعادة الاعتبار للمجمعات السكانية أو العمارات القديمة ثم، بالإضافة أنه شفتوا الإنارة الريفية الإنارة العمومية كل الأحياء كذلك في قسنطينة، والقسنطينة كل البلديات تاع قسنطينة والقرى تاعها والمداشر استفادت من عمليات إعادة الاعتبار للإنارة العمومية. بن يعيش سليم كان طالب بجامعة طالب دكتوراه بجامعة محمد بوضياف، وتوفي أسبوعا قبل مناقشة الدكتوراه في العلوم، فارتأينا بالطبع لتحضير هذه المناقشة الشرفية. أعزي العائلة وأتمنى لها الصبر والسلوان، إن شاء الله يسيروا على طريق والدهم من ناحية العلمية. أطلب من المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وإن شاء الله نتلقوا في ظروف أحسن ومناقشة فعلية لكل طلبتنا في الدكتوراه. تقدم بالشكر تاعي لكافة الأسرة الجامعية هنا في جامعة المسيلة، على رأسهم السيد رئيس الجامعة، رؤساء الأقسام، السيد العميد، يعني كل الطاقم الإداري. يعني نقول لكم بارك الله فيكم والحمد لله. الحمد لله يعني ما هوش حاضر معنا، الحمد لله تم ربي إن شاء الله، وهاد لا سوتونس اونوريفيك هذه إن شاء الله اليوم كملت الشيء اللي قدرت عليه. طالب دكتوراه والأستاذ سليم بن عايش كان طالبا ناجبا ومواظبا، ودلالة على ذلك إنجازه أطروحة الدكتوراه في المدة القانونية لمدة 4 سنوات، والتي كللت بمقالات علمية ذات مستوى علمي عالي دولي. وإن شاء الله تكون هذه المناسبة أو هذا القيمة المضافة العلمية صدقة جارية على روحه، سواء للأجيال القادمة وعلم ينتفع به إن شاء الله. اللي دار العلم إن شاء الله ما ماتش، وكل ما ذكر في مجلات وبحوث قادمة إن شاء الله راح يبقى صدقة جارية، وهذه تبقى من تقاليد جامعة المسيلة إن شاء الله، وكل من عليها فان إن الله وإن إليه راجعون. شكرا. نشكر المدير الجهوي لمديرية التجارة والمدير التجارة لولاية بسكرة، وإحنا هذا المجهود هذا اللي قدمناه في شهر رمضان الكريم بإنجاح السوق. إلى هذا الملتقى تم تنظيم ورشات من أجل رفع انشغالات المصدر ورفع الانشغالات وإيجاد حلول حقيقية. إحنا بالنسبة لمفتش التجارة باريكا نلنا المرتبة الثانية، وذلك نظير الجهود اللي قاموا بها إطارات وأعوان مفتشي الإقليمي للتجارة باريكا في تنظيم السوق الجواري حول تصدير التمور، اللي اجتمعنا بمختلف المتدخلين في هذا القطاع سواء منتجين مصدرين وحتى موظفين على مستوى مشاركين من 11 ولاية،
احنا متواجدين في بسكرة كميناء، ميناء جنجل واكبر ميناء في الجزائر ذو بنية تحتية استراتيجية. الهدف من الملتقى هو الورشة المتخصصة الاولى لشعبة التمور تحت شعار التمور الجزائرية جودة وفخر وافاق واعدة نحو التصدير. في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها لمختلف ولايات الوطن، قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بزيارة عمل وتفقد لولاية بسكرة دامت يومين، وذلك لمعاينة وضعية المناطق الصناعية والمؤسسات التابعة للقطاع وفق برنامج مكثف يشمل عددا من المصانع وعدد الإنتاج. من بين هذه المحاضرات زيارة وحدة النسيج تكنيكا التابعة للمؤسسة العمومية تيكزاك، معاينة مشروع إنتاج مركب صناعي للدواجن ببلدية سيدي عقبة. لتختتم الزيارة بمعاينة وحدة إنتاج العجائن والكسكس المتواجدة بدائرة الزريبة. ولاية بسكرة في ضرر فلاحية لازم تكون هي المادة الأولية لبعض الصناعة، صناعة التحويل بالأخص. أنا تكلمت وعطينا الفكرة السيد وزير العون وعطي الفكرة لكل المسؤولين في القطاعات اللي لماذا ما كانش مصنع ينتج لاموسين في بومبيزا رأي كلها مستور الواد سوفا كوتي بسكرة هنا كاين مناطق اللي فيها يعني فايل في مادة البطاطا. نظمت جمعية علماء المسلمين شعبة بئر العاتر حفلا على شرف حفظة القرآن الكريم، وذلك بحضور نائب رئيس جمعية علماء المسلمين الدكتور عبد الحليم جابة والسلطات المحلية وأئمة وأعيان وصحفي من المنطقة. وقد تضمن اللقاء أناشيد دينية ومسرحيات ثورية وتكريمات لحفظة كتاب الله، كما تخلل اللقاء أيضا تذكير ما كانت تزخر به جمعية علماء المسلمين أمثال عبد الحميد بن باديس ومباركي ميلي والعربي التبسي والبشير الإبراهيمي الذين كان لهم دورا كبيرا في نشر التعاليم الإسلامية وتحفيظ القرآن ومحو الجهل والأمية، وهذا ردا على محاولات المستعمر طمس الهوية الوطنية. أئمة الأفاضل وكوادر مدينة بئر العاتر وكفاءاتها، نرحب ترحيبا خاصا بضيوفنا الأكارم